إن إحنا ثقافتنا كعرب بعيدة كل البعد، وأكرر كل البعد، عن روح العصر. الثقافة العربية بعيدة كل البعد عن روح العصر، دي نقطة نمرة واحد. نقطة نمرة اتنين، إن المثقف المهاجر العربي متوسط ذكائه وثقافته وخبرته وقدرته على الإنجاز أعلى من متوسط ثقافة وقدرة وخبرة وقدرة إنجاز المثقف العايش في العالم العربي ما هاجرش. يعني المثقف هنا عنده علو معين عن المثقف اللي موجود في البلد، في احنا بنتكلم في المتوسط دلوقتي، طبعا في استثناءات هنا وهناك. النقطة الثالثة هي ان برغم من ارتفاع مستوى ذكاء وثقافة وانجازات المثقف المهاجر عن المثقف الغير مهاجر، فمقدار الثقافة العربية اللي موجودة عند المثقف المهاجر عالي جدا لسه للأسف باستثناءات قليلة. يعني عايز أقول 90-95% من المهاجرين اللي هم ممكن نتقال عليهم مثقفين أو ذوي تعليم جيد هنا ثقافتهم عربية 99%، وقلة قليلة بس هم اللي هم عندهم القدرة إن هم يلحقوا بروح العصر اللي أنا بتكلم عليها. روح العصر اللي أنا بتكلم عليها دي في كلمتين بس، الثورة الذهنية دي قامت في منتصف القرن الماضي في أوروبا، هنا كانوا بيسموها الكوجنيتيف ريفوليوشن. دي الثورة اللي ضموا فيها جميع علوم الذهن اللي هي علم النفس وعلم اللسانيات وعلم أعصاب المخ وعلم اللسانيات أنا قلتها والأنثروبولوجي وعلوم الكمبيوتر. العلوم دي كلها تلمت في علم واحد بيسموه الكوجنيتيف ساينس، بيدرس دلوقتي في جامعة فيينا، اللي عايز يدرسه يروح يدرسه كوجنيتيف ساينس، حتى اسمه بالانجليزي كده حتى في الجامعة الألمانية كوجنيتيف ساينس. ده من ساعة ما الأوروبيين لموا كل علوم الذهن في علم واحد حصلت الثورة الذهنية دي. الثورة الذهنية دي غيرت روح العصر اللي أنا بتكلم عليها وبقول إن العرب متخلفين عنها، بدليل إن هذا العلم يدرس في 88 دولة في العالم، وليس في هناك دولة واحدة في العالم العربي تدرس كوجنيتيف ساينس. ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا في العالم العربي مش دريانين باللي بيحصل، لأن الكوجنيتيف ساينس ده هو اللي نتج عنه الذكاء الاصطناعي اللي هو بيغير حياتنا كلنا دلوقتي، اللي هو في جيوبنا كلنا دلوقتي في الموبايل ده، وبيتجسس علينا وبنديله كل معلوماتنا. احنا في العالم العربي لم تصلنا الثورة الذهنية بعد، فثقافة ايه بقى اللي هنتكلم عليها؟ طيب بس فدي النقطة البسيطة اللي انا عايز اقولها، اللي هي ان احنا حالنا في العالم العربي طبعا كلنا مش راضيين عنه، التشرذم وصراعات داخلية والآخر، طبعا مش محتاجين نتكلم في الموضوع ده. نمرة واحد. نمرة اتنين، ان المثقف العربي هو جزء من الحال العربي، وأهم علامة من هذه العلامات هو تخلفنا جميعا عن الثورة الذهنية اللي هي روح العصر الحالي، اللي هي نتج عنها الذكاء الاصطناعي والثورات التكنولوجية اللي هي بتغير العالم خالص دلوقتي. فإحنا كمثقفين، دي كمان آخر كلمة يعني هقولها، إن إحنا كمثقفين عرب عايشين في الخارج، مهمتنا الأولى في تصوري هي مساعدة نفسنا الأول، لأن الكتب اللي أنا مؤلفها دي بتقول إن أنت مش هتتقدم غير لما تفهم نفسك أنت الأول. الثورة الذهنية دي بتفهمنا نفسنا. يعني إيه نيوروساينس، علم أعصاب المخ، ده يفهمك أنت الوعي اللي عندك بيأثر في سلوكك إزاي، واللاوعي بيأثر في سلوكك إزاي، إيه نسبة العاطفة للعقل. كلمة العقل دي على فكرة كلمة تثبت ان احنا متأخرين عن عصرنا، لان المايند ما اسموش عقل، ما اسموش ريزن. المايند عند كل الشعوب ما اسموش عقل، لكن احنا بنسميه عقل،
ليه؟ لأن احنا متصورين ان احنا كل ما يخرج عن أدمغتنا عاقل، وهذا ليس صحيحا. احنا بشر في النهاية، والعاطفة بتأثر علينا كتير، والغرائز بتأثر علينا كتير، لكن احنا متصورين ان احنا عاقلين، لذلك نسمي هذا عقل. ما فيش لغة تانية بتسمي هذا عقل على فكرة. انا حقف عند الحتة دي مش هطول فيها، لكن دي كان مدخل بس بسيط عشان اسمح للزملاء بقى ان هم ياخدوا الفرصة. وقدامنا تحدي كبير جدا كمثقفين في المهجر، ان احنا نربط عالمنا العربي بروح العصر. اشكركم جدا، شكرا.